احنا من ذوي الاحتياجات الخاصه ابناء الدار البيضاء اللي كنمثلوا جميع المعاقين اللي في المغرب، وبالخصوص اصحاب الهيبات الملكيه اللي ما وصلوا لا مساكن حتى وصلوا لصاحب الجلاله اللي العم علينا بها الله ينصروا لنا والله يخلي لنا، ولكن اتصلنا بلوبيات احنا كمعاقين ما نقدروش نخدموها بطبيعه الحال، ضروري خاصك تكريها. ملي كنكريوها كنلتجؤوا للولايه، الولايه فرض علينا عقد نموذجي، وملي كيسالي العقد العرفي اللي كان قبل عندنا احكام قضائيه من 2011 ما بغاوش ينفذوها لينا بفسخ العقد بعدا واسترجاع المأذونيه. هذا الحكم باسم صاحب الجلاله حكمت لنا به المحكمه باش ناخذها من 2011 ما بغاوش ينفذوه لينا، علاش؟ قال لك خايفين من الصماصير اللي هما مسميين راسهم نقابيين وكيتهمونا احنا بحلاوه. هذه نقطه بغيت نشرحها مزيان للراي العام، المعاق متهم وبالاخص اصحاب المأذونيات متهمين بحلاوه اللي كيقولوا هما كيقدروها بيناتهم ما بين 30 حتى 50، حنا بريئين منها. واش هاد الناس ما لاقيينش باش نعيشوا؟ ما اصحاب الطاكسيات ما كيعطيوناش الشهريه، ما خايديناش من عندهم، داكشي محبوس مبلوكي من 2011، من 2011 مبلوكي داكشي، علاش ما يعطيوش لينا؟ الطلب الاول الناس اللي ما تخلصوش كورونا يتخلصوا، كما اي عقد، كما اي عقد كرا، كما اي كاري من بعد داروا معاه تسهيلات، فهمتي؟ ثانيا الوالي استقبلنا ويعاود معانا داك العقد النموذجي بالدن في شي بنود اللي في صالحهم وغير هو، ياخذوا داك العقد النموذجي دار غير بالطرف ديالهم هما، ناقشوا مع الطرف ديالهم هما اللي هو الثاني في الدرجه الاولى، خصنا نكونوا حنا الطرف الاول، علاش كتناقش مع الطرف الثاني؟ لانه في صالحه هو، حنا حتى بند ما في صالح الطرف الاول، فهمتي؟ عندنا 3 شهور ويتوقف، الا ما خلصش يتوقف. الناس دابا 6 شهور ما تخلصوش وباقي ما توقفش، قال لك ما نقدروش لانهم كيحبسوا الشانطي، كيجيبوا النقابيين، كيحبسوا لي واش كاينه السيبه؟ راه المغرب دابا على القانون، وكاينه السلطه اللي كتحكم عليهم وعلينا، علاش غادي الولايه تحاز ليهم؟ داروا لجنه، قال لك غيصلحوا بيناتنا، الناس اللي ما تخلصوش غادي عيطوا على الطرف الاول ما حضرش الطرف الثاني، علاش؟ لانهم غاسلين يديهم على الولايه. كون عارفين كاينه عقوبه صارمه غتخد ضدهم غيجيو وغيحضروا، ياك؟ هما ما كيجيوش ما كيعبروش الولايه، ما كيعبروش احكام قضائيه باسم صاحب الجلاله، واحترموا صاحب الجلاله، احترموا هيباته، واحترموا هاد المحكمه، عرفتي؟ وعاش حكايه اللي درناها ما كيعبروهاش في الولايه، الوالي ما كيستقبلناش، وهما طالعين نازلين غاديين عدوا طالعين نازلين. شكون هذاك نقابي؟ شكون هذاك مالي الطاكسيات مجموعين؟ وحنايا ولوبي هما كيسميوهم نقابيين ومدرقين، هما لوبيات صماصيره. عندك عندك حكم فسخ العقد، عندنا حكم فسخ العقد ما بغاوش يطبقوا هادو، اش كضطر تدير؟ كيقول لك الا بغيتي كريمتك ترجع لك غنبيعها، هما اللي كيبيعوها. بحال دابا انا كاري، هو كاري كيبيع لواحد، كيجيب كاري اخر وكيبيع عليه 30 36 40 بيناتهم، وانت كتشوف كريمتك كتباع وكتشارى قدامك. اذا شكون اللي كياخذ هذيك الحلاوه، حنا ولا هما؟ هما راه باينه هما مسبينها فينا، حنايا حنا معاقين ما لاقيش باش وما لاقيش السكن المخير فينا، ساكن مع دارهم الا عد بدارهم شي دار. عيينا خويا، الولايه ما كتنصفناش، الدوله ما نصفتناش، سيدنا عطانا حقنا باش نعيشوا، هادو كيدفعونا نتسولوا، وراه هي هادي غنبداو نتسولوا غيشدونا ثاني، ما عندناش باش نعيشوا، عطيونا حقنا اللي عطانا سيدنا وعطانا الله سبحانه وتعالى هو الاول، وعطاه وسخر لنا سيدنا عطاه لينا واستقبلنا باداب، وحنا وحنا مع الوالي ما كيستقبلش، واداره ما كتستقبلش، وبلاد الظلم ومقدم كتحير معاه.
في الوقت اللي الناس الكبار الكبير والله كيستقبلك وكيحترمك. وهاد الناس اخويا لا حول ولا قوه لنا الا بالله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.